السلام عليكم يا احلى متابعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم، وكنتمنى منكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. وكيف ديما جيت باش نكمل لكم القصص اللي كيعجبوكم وكتقولوا لي كملي لينا عافاك. جيت باش نكمل لكم القصه اللي عجبتكم بزاف وقلتوا لي امال بغيتوها تكون مع والد. صراحه ما بغيتش نحرق لكم المراحل، ولكن شي حوايج ما تحلكمش على بالكم غايجيو. هند كتطوي مع البنات الحويجات اللي شراهم فرحانين بهم، وفي بالها غير طوموبيلتها اللي خايفه ما يرجعهاش ليها ويقلب عليها. البنات الشوميزات ما طويهمش، علقهم باش ما يتكمشوش ليكم. شي ما كتطوي عقلها مرفوع. واخا امل صونا تليفونها من بعد 20 يوم ما صونا وما سولو. توترات، تخنقات، وحطت داكشي وخرجت لبرا للشومبر خايفه من شي احراج في وسط البنات. السلام. وعليكم السلام. لاباس على الامل؟ بداو في التنيس. لاباس بابا؟ انت بخير؟ كي دايره ماما وخوتي؟ وكان كنتي حداهم غتعرفيك وراهم وين انت باغا تطيري، ولكن من بعد ذلك حسابك غيكون طويل. علاش؟ شنو درت بابا؟ ما التليفون لمرتو مشى كينقر. الو ديك التايهه. ماما لاباس عليكم؟ لاباس، انت ارتحيتي شويه منه؟ بردتي من والديك وخوتك المسخوطه؟ ها خليتي امك محنه بوحدها في شغل الدار ومشيتي تيهي، ودابا تنفعك فاتحه وبنتها. علاش ماما كتقولي هكا؟ عمرني درت ليكم ولا درت شي حاجه خايبه. ونتسناك عاد ديري، والله تليتك على يدي. وكتقراي؟ قال لك كتقرا ولا بعدا عطيها للدوران؟ كنقرا. يقراو عليك الطناوش ان شاء الله يا الساره ديال هاد الجيل، باش غتنفعكم هاد القرايه. واخ واخ واخا في قلبها بزاف ما تقول. يلا سيري. قطعت عليها وبقات امل كتطلب من واحد ترجم كبير على المنظر فين كاينين بنات جالسين في دار ديال الطالبه. امل داخل شي ما غير عرفات امل غبرت شافت في هند. نسولك وجاوبيني بصراحه شنو؟ ولكن خليها بيناتنا عافاك. اهضري مالكي. شكون زوين، انا ولا امل؟ بجوج بيكم، غير قولي والله ما نتقلق. لا بصح بجوج بيكم، كل وحده وزينه، علاش كتسولي هكا؟ لا والو، غير بغيت نعرف. وزعما حيت انوار عجباتو هو ما جاش عندك انت؟ عرفت، واخا ما بغاتوش بقى لاصق فيها غير هي، وهادشي اللي خليه ما يبعدش منها. امل زوينه زينه هادي زعما، ولكن مقبوله بزاف وكتخلي الواحد يرتاح ليها وحشوميه اكثر من القياس، ولكن هذا كتجذب الواحد يرتاح ليها. وا عندك الحق. وانا تنتي مزيونه والف واحد يتمناك، غير صبري على راسك وغادي يجيب لك سيدي ربي الانسان اللي يبغيك. عرفتي حتى خويا وليد كيدير فيها هاد الشوفات اللي دار فيها انوار. مزيان، انا كنت باغيها الوالد، ولكن الا غطلع هضرتها بصح على خوتي ما مزيانينش زعما، وغادي نوض صداع وانا غنتزوج بخوها. بلاش، ما بغيتش نتزوج خوها صراحه. شوفي ربي اللي كيلاقي ماشي لعبت، حتى انتي زوينه بزاف، ما يغرقش النوع د انوار، راه باين من دوك الناس اللي غير كيزهاو. ما فهمتش، يعني ديال صحاب حاجتهم زعما؟ كنعرف هاد النوع، ولكن الا بقات امل كدير له هكا غيطيح فيها طيحه واعره. لا من ناحيه الناحيه كون يعني غتبقى دير هكا. دابا نشوفو، واخا امل مسكينه ناقصه حنان. واه مسكينه داس عليها. المهم عافاك، ما تقوليش الامل شنو قلت لك. واخا لالا الفاسيه، غير كيعجبني نقلقا بصحتك. وفوقاش نمشيو للزيانه؟ شكون زعما الصالون باش نصايبو شعرنا؟ خلي السيمانه الجايه في الويكاند نمشيو نيت امل تبرا من ديك الحرقه. واخا علميني الماكياج. واخا لالا نعلمكم كلشي، غير نبغي منكم تبقاو بهاد البراءه، ما تغركمش الزنقه، شي مره خايب فيها اكثر من الزوين. البلا مبالاه. واه واه واه، نديرو حتى لاصير؟ لا اختي انتي بزاف، بغيت نتهلا في روحي ونرجع زبينه، وبغيت نصحاح اكثر من هكا. لا ونزيد غير شويه بحالك هكا، انا هكا باغا نضعف بنتي. لا لويه، ياك انتي زوينه هكا بزاف. تعطلت امل، ياك ما عطات المرتال هذاك وما قالتها لناش. سونا هند تليفونها في 300 انوار. لا لا ما كتهدرش معاه. جاوبات الو. متكي في بلاصتو داير يدو من راسو. هند صافا؟ الحمد لله سيدي. بنتا صافا؟ كيبقات امل بالي معاها باينه. ويلي باينه فيها، كيفاش طريقه هاد خيتي؟
انا صاحبتها ماشي صاحبها باش نعرف كيفاش توصل لها. ما عندها حتى شي واحد في حياتها. لا هذه مزيانه، هي حداك بغيت نسولها كي بقات. شافت في شيماء اللي كتحاول تسمع شنو كيتقال، ما بغاتش. ضحك شارب الفقصه. عمر شي وحده دارت لي هكا؟ ايوا نهار الاول باش عرفتيها راه هكا. ياك ما بغيتيها تجي تقول لك كنبغيك وما نقدرش نعيش بلا بيك. لا ولكن على الاقل غير تسمعني نتكلم معايا هي سد عليا. انوار، امال بنت ملتزمه ومحترمه، ومن التالي هي بنت الدار وما هادشي خاطيها، وهذا هو المطلوب. ما عندهاش مع الدخول والخروج. انا كنعلمك، باغا تهربيني ولا كيفاش؟ لا لا، غير تكون عندك فكره، هي ماشي ديال التفليه. علاش باينه فيا انا ديال التفليه؟ ما قلتش انت هكا، حيت انا ما كنعرفش، ولكن كنعرف امال وكنعرف عقليتها والوسط اللي تربات فيه وتصيلتها كي دايرين. نتلاقاو؟ صدمها حتى سكتات. الا بغيتي تعاودي لي عليها شويه بغيت نتصرف عليها. نشوف. واخا لالا، سلمي لي على الحشوميه ديالي. قطعو بقى متكي وتليفونو ما حبسش من الميساجات بلا ما يقراهم، دار مسح ليهم كاملين وزنا. سهام واش انتي شويه؟ راه طيرتي لي المجاز ديالي. انا تردني عايره، شكون انت اللي تعاملني هكا؟ وكيفاش غادي نعاملك؟ الف الف واحد يتمنى يفتري مني نثق فيك ونمشي معاك للدار اللي شحال نطلب وترغب فيا باش نرضي ليك، وانت دير لي هكا. هادوك الالاف الى لقاو داكشي اللي لقيت غينفروك. الله ينعل طواصلك. سمعت الطيط طيط ورجعت صوني وهي كتبكي كتلقاه مشغول. عرفت وبلوكاهم، شات الفيس ديالو كتكتب له ميساجات ديال السبان طوال. هو محال شبط للدار تحت لقى باه جلس حداه. غدا مع 11 ولا ديك 12 نخرج نقضي شي غراض. اش من غرض اولدي؟ لا شي حاجه. مي وامي اش كاين شي عشاء؟ وخلي خوتك يجيو بيضا. عييت الوالد، شفتي هاد النهار فقت بكري وخصني نعس بكري على حسب السلعه. ولدي نحط لك اتاي الا ما يوجد العشاء. علاش الوالده باقي الماتلين ولا؟ هو وليدي العيارات خوتك غادي يقادو فيه، كاين شي ناس قبيله وتلاهينا معاهم، وزيد خوتك مازال ما دخلوا برا. والعشرة هادي بغات تمازح معاه. ويلا نتي تزوجتي ومرتك طيب ليك. انا فوق ما طلبتي حاجه كتربطوها بالزواج، وعلاها ولدي ما تجوج بالناقص من شيشه. انا نطلع لبيتي، انا دابا نطلع ليك تاكل في بيتك مني ما فيك ما يتسنى. واخا طلع لبيتو تبعاته. من بعد ربع ساعه مطلعه له فيها دجاج مصوصي مع بصيله وعصير ديال الفروي، حطاته فوق كوافوز ديالو وجلست حداه بس لهيتها. نهلا يصدق عليا الوالده. اولدي راه اللي هرب من الزواج ما خلاهاش تكمل كلامها. وامي الله يحفظك، لا بغيتي تجبدي هذا الموضوع انا ما ناكلش منك. كاع خوتك تزوجوا قدك، ما عرفت انت شنو باغي دير. باغي غير نعيش حياتي ونهاري كتاب. نقش درغا يكتب وهاني فين قلت لك؟ عما نزيدكش عليه. خرجت مخلياه كيقصي غير كمل حط الصينيه حدا باب بيتو حتى يجيو يهزوها غسل يدو فمو مشا تجبد مكونيكتي مع راساتو. شكون في حال جالسه في الهو والامل. الهو هو بحال صالون كبير في الهواء الطلق كيكون في المجمعات. جالسه مترتقه هنا بحال كتفكر في شي حاجه، وهي كل همها علاش عائلتها كارهينها، علاش كيعاملوها خايب لهاد الدرجه. قفزها تليفونها اللي كيفيبري وشافت كانت النمره ديال هند. نهدات وقفات رجعت للشومبر ديالها ووصلت لقات البنات جمعوا الروينه ديال الحوايج، وهند كتفرق ليهم ماكياج وتستف ليهم الدهاني كلها وديالها، ودخلات بابتسامه باهته في وجهها. سمحوا لي خليتكم في الروينه. لا ما تقوليش هكا، انا راه قديت لك ديالك في هاد لاطخوس وديال شيماء فهادي اصلا شاريين بحال بحال، ولكن حسن كل وحده بديالها وما تشاركوش فيه الماكياج حيت كل وحده وبشرتها. امل تقرسات حسبت لك كتمني ليها حيت فيها الحبوب. شكرا اختي. في مشات شيماء خرجت حتى هي كتهضر في التليفون مع دارهم. مالكي؟ والو. جرات امل من يدها وجلست فوق ناموسيتها. داركم عاود ياك؟ ما عرفت مالهم معايا يا اختي. لا ماما لا بابا لا خوتي، حتى واحد فيهم ما كيبغيني. كيشكوني واش انا بنتهم. والله الا الف مره في النهار نشك في روحي واش بنتهم. يمكن هما هكا ولفو كما كيتعاملوا مع دراري كيتعاملوا معك حتى انتي. لا راه خوتي هما الري والشور في الدار، راه واحد الفرق كبير ويهريت يعاملوا لي انا غير الربح كيف كيعاملوا خوتي. كتبغي هند تخفف عليها. شوفي
راه الاغلبيه ديال الناس كيخافوا على بناتهم كيعاملوهم هكذا، وحتى خوتك غير حيت خايفين عليك. ما خايفينش، وما بصح يكرهوا فيا. شوفي غير الوالد كيدير على اختو، حنين ياك فوق ما تصوري، لدرجه تقول لي يا ربي نعيش غير مع خويا وليد. لا لا غتبغي تزوجي وشكوني؟ احاي على مسخه. وشوفي عائلتك ميمكنش تبد ليهم، هما هكا دايرين. وصيفي عليك تقبليهم، حيت الا تقبلتيهم الا ما تقبلتيهمش غادي تبيع في راسك، وداكشي اللي كتعاودي القتيله عندهم عادي اكثر. يا الا لقاوك باغا تحديهم، تمردي وجهك، تمردي وجههم، فهمتي، تعصايهم، شنو الحل؟ راه كشي نهار غنقتل راسي قبل حتى ما يقتلوني همايا. دابا ربي يفكرها، يفكها من عندو. ما تعرفي منين ترجعي لهم بشي راجل يهنيك من هاد التمارة؟ ما يمكنش. علاش؟ راه عليك الطلبه. لالا ها وليد، ها خوها انوار. حشمي. لا ما نحشمش. راه السيد هتقطع معايا، بغى يهضر معاك. وزيد مني قتلو ما بغاتش، قالي نتلاقاك باش تهضري لي عليها. انا عارف هاد النوع قافز، ولكن باش يشد فيك هكا راني زعجبه. وش انا زوينه يا دين النيل على برد السبعي؟ هاد السؤال شنو زوينه؟ زوينه وفنه ومسراره وغزاله، وهاد التبديل اللي درتيه بدلك 180 درجه. ايوا يا لالا، المؤخره هي هاديك، والصدر راك تجبدي فيه، وجهك تنقى من طراز الحبوب، وداك جوج كيلو تزغب لي زايد ما بقاش. عجبها الحال، وبلا شعور دارت يدها على حنوكها. حلفي نضربك ناري. شنو قال لك؟ وينو؟ غير قولي لي واش عجبك. وراه قابض من مع روحه، قابض زعما هي زوين ولكن واسخ. يا لالا انت كلشي عندك ماسخ. يلا نوضي تقري. خرجت امل عينيها. الزمر باش ندير لك لاصير وانت كتعندي مع خوتك الدكوره. مشات الكوزينه صغيره حتى تحويجه، وبقات غير بدي باردور وشورت. والسنطيحه غتخرج لك سميتك. شنو ندير؟ قبل ما ديري الفولار ديري الفرقه، وما تزيريهش بزاف باش ما يهربش ليك اللور، فهمتي؟ الشعر باش ما يهربش. اصبحنا واصبح الملك لله. انور غير باش دات الطوموبيل ديالي هنا، عيط لها ومشى خداها بداها البنات. ابقى على برا حيت ما عنده حتى شي حاجه باش يتخلصونا على هند اللي دغيا جاوبعتو. واجي خدي اللوطو ديالك. شكرا اخويا، انا نازله. جيبي معك امل. تحاول. قطعت معاه بصات صندالتها ومشات عند البنات. لقات امل كتصبن. الزينه صباح الخير. صباح الخير، عاد فقتي؟ قبيله شويه. المهم دابا غنزل عند انور. غير سمعت سميتو زلقات ليها التبتيمه. مزيان وطلبني تهبطي معايا. انا احي لا لا ما كيحشمش هذا. وصافي ويلا ما تهرسش راسك. لا اختي نحشم، غير زيدي يا صاحبتي. لا لا هو مسالي راسو. انا اختي شوفي ما باغيتوش، ما بغاش يفهم راسو، يبعدني هالعار. اها واخا يا لالا. هابطه في الدروج مشيت للمت ديك المتغنجة، وبصباحة كتلعب بلا فخونش دارتي عندو. وتربية يا صاحبتي، ما عرفتش كيف درت تبعتك فريك، حيت انتي ببساطة باغا تشوفيه. جات دايرة باغا ترجع في حالها، وهي تشدها هي كتضحك عليها. انا جيت غير معاك ماشي حيت بغيت نجي نشوف هاد الزمر. واخا واخا، دابا غير زيدي السيد داير معانا بليزير، حشومة نتعاملو معاه خايب. دايرو معاك انتي، اما انا ما نعرفو ما يعرفني. سكتات وغير قربوا ما حسيت حتى قدات الفولار، وشات فراسها كانت لابسه سيرفي جديده زوينه مستيليه مع سبرديله زوينه، والشال ماشي معاهم، ودايره كريم واقر الشمس. هادشي مخليها حاسه انها دارت انجاز في حق نفسها. مع خرجو كيلقاوه متكي على الطوموبيله ديال هند، كان داير نظاظر في الكحل مدورين، ولابس كابيتشو خفيف في الكري، سروال جينز، سبرديله مخليه مستيلي مبوكس. غير شافو موقف باستقامه ودار ابتسامه صغيره. من بعد ما فقد الامل في امل، تنزل مد يدو الهند. نهار مليح من شفناك. امل قلبت وجهها وشدت تبسيمه باش ما تفرشهاش. شكرا بزاف. دارت على طوموبيلتها كتشوف القطعات زاد تنقات مزيان. واو رجعت جديده زوينه بزاف. وعينيها على امل، هزت عينيها فيها باغا تسرق الشوفه فيه حتى لقاتو كيشوفها. عاوتاني حنت راسها، علاش تحشمي بزاف؟ كتدور عينيها.
هند اجي تقي صاحبتك. شكرا انا ما بزاف. قولي بشحال منيتك. وضروري خويا ما كنبغيش نعيق على شي واحد. حس بيها من خوك. تحرجات. لا لا ما جاياش وماشي انت لي يعني شحال نقول لك ضربتيها لي رد صرف الله. حسبيني انا ضربتها. امل معليش نتغداو جوج. هزت عينيها مطرطقة عينها حتى صحابات كيجيو. لا لا غير سمحنا ما يصلحش. امل عافاك ما تقصحيش راسك. غادي غير نتغداو مجموعين ونرجعكم لهنا ياك اليوم لحد ما قارينش. ما فيها بس امل والو نديروها جلسه تعارف عادي ما غناكلكش. حنا دراسه كتحسبها في راسها وبانت فيها ما مرتاحاش. بقى كيشوف فيها عارفها ما غتبغيش. واخا لالا تخليها مره اخرى عاد ارتاحت. واخا جات حدا هند وشدات في دراها. قلت لك البارح شنو كاين بو بلا ما زيد نشدكم هنا عطيني غير مرتك. تبسمت وحركت راسها بلا بغات تمشي وشداتها هند. صافي انا نمشيو. لعب بلسانه في وسط فمو قوي صحاب بزاف. شافت فيه بنظره بريئه وزينه اكثر من بزاف. تبسمت وما كرهش يعاود يعرض عليها ولكن عارف الطريق مازال طويل. بلا ما نزيد نشدكم غير طلعوا. هند الو بيناتنا. شكرا بزاف اخويا. تبسم معاهم تمشى بعيد حيت جا في الطوموبيله ديال هند. البنات طلعوا تحت من كره هند الامل اللي ما تعاملاتش مع انوار مزيان حتى نطقت. هند انا هكا دايره ما يمكنش نتبدل غير حيت نتي من الفاتحه خاص نكون بحالك. ولكن السيد عرضنا على الغداء عادي. علاش يعرضني خويا راجلي با علاش نمشي معاه وانا ما نعرفو ما يعرفني. ويلا بغيتي يكون راجلك خصك تعرفيه ليه. ما بقاتش ديك العقليه ديال غير يشوفك تعجبيه يمشي قاصد باب داركم ويخطبك. خاص تعرفي دماغه ويعرف عقليتك مزيانه. كلشي تبدل الا الفهيمه. الا كلشي تبدل هند انا ما تبدلتش. عقليتي اللي كبرتي بيها ماشي ما بين ليله ونهار غترجع اخرى. فهميني راغي باش كنهضر معاك ما كترتاحش ما كيعجبنيش الحال. يدير ما عجبكش ما عرفتش ولكن وجهه ظنك. ما عرفت والله ما كنبغيش هذا الشيء. انا بغيت غير نفوج من داك الحبس فاش كنت عايشه وصافي. سمعيه شنو بغى يقول. انا براسي ما نبغيلكش الضر ولكن هو كيبان باغي يتعرف عليك. راه اي واحد درتي له هكا ما يوليش يضرب طلع فيك. انه ما نقدرش راه لا خرجت معاه ودارنا عرفوا يذبحوني وانا مازال باغي نعيش ونشوف ونفرح ونلبس ونسافر. ها ولكن داركم ما كاينش هنا باش يعرفوك. الا جاوا على خفله اختي راه اي وقيته راه يبانوا هنايا. ما عرفت والله انا غير بان لي السيد جونتي وباغي يعرفك. قلت ما فيها باس عطيه وقت كنكد عليك. ما قلتش ديري شي حاجه خايبه غير سمعي على الاقل في تليفون. علاش ما تعطيش النيميرو. ما كيسمعش التليفون مزيان ما كيسمعش اختي. وكان عندك فلوس خشي شي تليفون جديد. ويلا شافو عندي راه قالوا لي الروشاج ما يدير ما ديريهاش حنا نعيطو عليك. خلا معقدين. شري تليفون زوين خليه عندكم من تبغي تمشي لداركم خليه كاع هنا. ولا غبره مزيان وديما بيني لهم ديك الخرشاشه اللي عطاوك. ما عرفت نخاف. وصلوا للشومبر حيده تشالها. ولا ما عرفت اختي هند الو غلي بالك صافي الهضره معايا مره اخرى نقول لهم ما تبقاش تصوني ونسال عليك كما كان الحال. الواحد راه عنده كرامه ما يمكنش غيبقى لاصق وانت ما باغاهش. ما زعماش تقول لها لا حيت واخا هكاك عاش بهذا الاهتمام من هذا الغريب. حنا طراسه ضربات الطم وهند كتقرا ملامح وجهها شنو كيعنيو. شي ما تعطلات فدوش مشي شوفها واش خصها شي حاجه. سيري هكا بقات على هذه الحاله سيمانه. وانور كل مره مصوني على هند يا يطلب النمره امل يحاول يقنعهم باش يخرجوا مجموعين. وكل صباح كيقول صافي قلب على الزمر واش غير هي اللي كاينه. بنت كيلقى راسو كيفكر فيها وباغي يزيد يعرفها. هاد الجمود اللي من جهته مخلي حاير تفكيره غير فيها عمرو دار على شي وحده هكذا. ديما الاعجاب كيكون متبادل وعلاقته ديما كيتسالاو بالفراق من طرفه ولكن حتى كياخذ اللي بغا تحت ما يسمى بالحب. وفي التالي كيقلب على منين كيبغي جديد. اما امل حتى تشوفها مقاتمه كتكملها فيه. هاد الشيء كيزرع في الداخل ديالو الشك واش نقصت الجاذبيه اللي فيه ولا صافي مات له الحجم من الحزن مبقاش كيعرف يصيد. اما هي غير كتسمع هند كتهضر معاه كيبداو الالوان يتبدلوا فيها. عارفه الهضره عليها ولكن باش تزعم وتهضر معاه مستحيل. ديما عقبه خوف من دارهم ومنه هو كيحضر في عقلها وكيخليها خايفه من والو. مشاو خرجوا البنات ومن بعد ما داروا الشوبينغ وينو على الزاز وعاريتو يا البنات السباعي. زعمت شيماء وحيدات الفولار في وسط الطوموبيل وشافت في المرايه ديال الباب. بصح جيت زوينها
واه جيتي فنه يا شيماء، تبسمت ودارت عند امل. حتى انت يا بنت عمي جيتي تهبلي، عجبني لوك شعرك كاع ما كان يبان كحل هكا، ورجعي بالريمي قادت لك حتى تقطعها جات معاك. خاصني الكادو، راه بدلتكم لافيشات زعما ديال وجهكم. والله ما كذبتي ولكن لي زين زين. واه تواضع يا اختي، كتعطي صليه شنو دابا؟ نمشيو نتغداو. واه نمشيو، عيد على داك الانوار ديالكم. غير سمعت سميتو تبسمت حتى توردو حلوكها وقلبت وجهها للسجن، كتفرج في الدنيا وهي كتبان ليها حتى هي بزوينه وقلبها كيدق، مخلي احساس زوين واصله حتى المخيخ. هادشي راجع على لالا امل، هي اللي تقرر واش نعيطو ولا لا. شفت في شيماء بن السعين كما كان الحال، الا كان غيجي غير عليها قبلها هي، اما حنا ما عندنا ما نديرو به. عارفه، رجعت شافت في المرايه ودوزت صباعها فروت شعرها كتلمس في شعرها اللي رجع رطب فعل بروسي اللي دارو هي وامل. عاود عناو بهم مزيان، شافت وجهها اللي كان شحال هادي الشاحب والمسام كبار بحال شي بغريره وكتر، وشوكي رجع دابا صافي ورطيطب. تنهدت من اعماقها متسائله، واش مازال غادي نعجب شي واحد بحال كما انور تعجب امل؟ خاطيها هي اللي يزلل بكلمه ولا جوج ويزيد بحال كيتسنى، وهي تتبعهم لا، هي بغات لي يرغب يطلب كلمه منها بحال امل اللي نهار الاول جات فكره انها احسن منها، كتبغيها وما كتحقدش عليها، ولكن حسداتها على حب انور اللي ما تنكرش انها حتى هي عجبها. وقفوا في السطوب وبقات كتحرك راسها مع الموسيقى اللي طارقه هند، وهي تسمع هند مأوجة راسها. انور شاف القلب نات تبسم مباشره، شاف اللوطو البلاصه اللي مولفه كتركب امل فيها، لقاها كتشوف جهته تبسم، حرك راسو كنوع من السلام، وشافت شافها تبسمت. واخيرا هند كانت تتبع شنو كيوقع وهي تفرشخ بالضحك، اما شيماء كتشوف فيه باعجاب وكتسائل واش من تابعش اللوك اللي كانت بلا فولار، ولكن عينيه كان غير على امل. وباش كملها رجع مشاريال شويه وتقدم معاه في الشوفه ونزل الجاج، وهند نزلت الامل الزاجه وتكى على الباب بكوع وحط راسو عليه. الزينه لبس عليك، زلقت ليها بتبسيمه حتى بين سنانها ومهربه وجهها الجهه الاخرى. وعاود رجعت شاف سبي بن الصين كيحقق في وجهها اللي زاد تنقى بحكم عاد خارجي من الكوافوره، لكن هو حاسب جمالها الطبيعي حيت الرجال ما غينتابوش لهادشي. زيد هو ما شافهاش، يالله فاش جات من ديما شايفها مقاده، غير تبسمت تحلات له. وهاد التبسيمه اللي مخليه جدي هابل باش نسمع منك غير نص كلمه، كتر عليها حتى ما عرفتوش تشوف فيه ولا تحل الطوموبيل وتهرب ولا تسخف كاع. ولكن ملقيتها زادت بالطوموبيل، هزت راسها ما فاهمه والو، طلعت عليه لقاتو مازال واقف في بلاصتو، جاب لها الضحك. غتصدي السيدة هذيك البنت. شيماء الواد شنايفة وزت تليفونها اللي كيسوني، لقات ميساج من عند امها 20 ابيل ما شفتهمش، وميساج علاش الكلبه ما كتجاوبيش، راه حنا دخلنا الوجده وجاي لعندك. شهقت خرجت عينيها ما متيقاش، وين الشيطان راهم هنا؟ شكون؟ امل راها عايشه الجو مع انوار اللي سبق ما كتشوف غير بن الصين. يلا دغيا دغيا نمشيو، ويلي 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 الا بلقاوني الشماك الواد الشلاله بالزربه مخبعه اي زغبه كتبان، راهم جايين ماما وباينه بابا وخوتي. هي تخرجت عينها واليد كتقرب ليها حيت الموسيقى مجهده ونسى ينقصوها. واه غيكون هو اللي جابهم. تفو تفو زربي يا هند، عافاك اختي زربي. واخا واخا انا غنزرب نمشيو من جهه الاخرى، على الله ما يكونش فيها هاد الزحام اللي هنا. مع امل متلوقه الموسيقى على جهتها كاع مسوقه لي مقله، غير مع انور اللي كيحاول يتبعها وميكي بعد كطلب رويسه حتى كتلقاه جاي وترجعوا بحال الفاره. كانت عايشه في الفرحه كتشوف انور تابعهم وحسات بالطفله اللي داخل، خرجت وكتضحك بالانسان ما حسيت حتى وقفوا بالطوموبيل حتى دار الطالبه، وشافت البنات هبطوا بالزربه هبطت حتى هي مستغربه من يعني الزربه ديالهم. مالكم واباز؟ حنا في مشكل قد قد الخلا، وانتي جالسه كتمعشقي لينا هنايا. وقفت حتى الطوموبيله ديال انور قريبه ليهم، تصدمات كيفاش تسيفت عليها وزادت وخلاتها وما رضاتش قدام انور اللي جاي غيكون سمعها، كتغوت عليها وطيحت منها ما عرفت ما دير حتى سمعت هند وقفت بين انور اللي قرب الامل. انور خويا راه عائلة البنات جايين ودابا غيكونوا هنا. كيفاش هنا؟ وقتها شوفوك الجهه واش راهم هنا. دخلت كتجري، بقات هند كتشرح لانور اللي ما استوعبش ردت فيه الامل وخوفها الكبير وكيفاش دارت ملي سمعت عائلته جايين. واخا ولكن عافاك عطيني غير مرتها. انور عافاك ما تحطنيش في هذا الموقف، مني تبغي هي غنعطيها لك. واخا بسلامه.
مشى ركب وهي مشات كتجري لحقات بالبنات للشومبر، لقات وحده فيهم كتلبس، اما لبسات الابايه الواسعه ديالها وشي ما لبسات جليبه وقاسه منفخه وغركات صوت على قدوم هاد المفاجئ. اما امال ما عجبهاش الحال، تغوت عليها بهذيك الطريقه، وخصوصا كلمه كتسمعش قيمة ما عجبتهاش في مره، وحتى بروحها رخيصه بهذ الكلمه. بلا ما تخلعوا دابا غيجيو يلقاوكم هنا وتقول لهم مشينا جبنا باش نتغداو وحنا مازال بحوايجنا. مغوب شوحان ياسا ما كتهضرش، هزت هنا في امال ويخفنا، وكان جاو لقاونا برا وديك الحاله ولا حتى ردونا معاهم. ياك امال؟ لا رد. امال عطيني جلابتك باش ما يلقاونيش بهذ الحاله ويلقاو منين شدوكم ركبتو في الغيه الخلعه. حتى انا الا لبستي حوايج امال غادي يقتنعوا، انت راك باينه من البعيد وعاد وليد عارفك. شنو زعما كيفاش باينه من البعيد؟ بنت الكارتي دا كندخل ونخرج في الرجاله ولا شنو؟ لا ما تديوش عليا، راه غير ما كنعرفش نهضر. زعما وليد داك النهار تشديتي معاه وشاف لباس كي داير؟ ايوا اختي ربي اللي كيهدي ماشي بنادم. وز مره ماشي هكاك، فهمي زعما خويا راه ديجا شافك. انا داويه على عائلتك، اما خوك يعاود راسو. وقفات ومشات للطواليت، شافت في المرايا كان وجهها صافي ومن غير شي حبيبات صغار مازال متبعه التريتمون ديالهم. قال لك تسمع الشيق البساله، عيقت يا شيماء على امل ولا ما عرفت كيفاش وقع لي، غير تخلعت. بان لي هاد انوار غادي يزيد فيك شي حوايج ما خصهمش يبانو. مشات للشومبر ديالها وشيماء بقات ساكته كتلوم فراسها كيفاش ما تحكمتش فراسها، وهي عارفه امل كتعتبر شيماء هي كلشي في حياتها. سخطت على راسها وسمعت صوت ما كيقرب دار، حتى كتفاجئ بماماها ومرت عمها واقفين والمديره ديال الدار كتوريهم الشومبر. دارت ابتسامه عريضه منافقه على وجهها مع شويه ديال الصدمه. ماما امتى جيتو؟ مشات كتجري عند قط ماماها، تحشك 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 كتبوس فيها. نائمه معنقه بنتها وتحت نلقاهم كاينين، حيت عارفه بنتها كانت كي غتمشي للكوفر اليوم والسفيره جات على غفله وما حست حتى قالهم وليد يلا. حتى انا بنتي تحشك، راك يا بنتي فين بنت عمك؟ فين يا امل؟ تلقات من ماهم مشات كتسلم مع مرت عمها اللي كتعتبرها اللي كتعبرها، وجاتها صححت. لاباس عليك اختي فتيحه؟ لاباس، انتي بخير؟ فين ديك البنت؟ قلبها راه وصل لفمها من صوت امها اللي سمعتو من الحمام، كانت كتموت بالخلعه منهم. تشجعت ودخلت بصوت خافت سلام، دارت عند بنتها وهي تزيد ترتق عينيها. ماشي هكا صيفطاتها، تبدلات فهاد الشهر بزاف. في كنتي؟ ويلي عليك فاتحه، هادي تعنقي البنت شمي ريحتها رشر وهي غابره عليك مسكينه. اويلي استغفر الله، اويلي حشمي. وهي اللي خصها تسلم ولا لا؟ جات امل كدير الواجب فقط لا احساس، بس لمها يدها وسلمات عليها بالوجه، وكتحس براسها مخنوقه وهي كتشوف شيماء وماماها كيفاش العلاقه بيناتهم، كي دايره علاقتها هي ومع امها. بقات فاتحه كتطلع وتهبطها، لاباس؟ الحمد لله انت بخير، ما كنتش عارفاكم جايين. الا بالسلامه باغي تعرفي، غير زعما نقاد لك الغدا. على زين طيابك خنزرت، اجي من وجهك. مالو؟ عصرت على فمها وعينها خارجين. لا باينه كتقراي. حطت صباطه ودخلت للشوب اللي فرشين فيه موكيت على حساب البرد، وكان مرون بالحوايج الحوايج. شاد الروينه ها؟ اش هاد الاويلي ويلي على العيالات ولا بعزاره؟ يلا طيف منك فاتحه، شحال فيك دنقير؟ مساكن جاوا يقراو يديروا الميناج. فاتحه وغيري قادو بيتهم حشومه، هاد الروينه بنادم يجلس في النقا. جلست نعيمه وجلست حدا فاتحه كتدور في عينيها ام امل باينه فيها مرتاحاش. ماما نجيب لك تشربي. جيبي. شافت شيماء اللي كانت لابسه جليبه، كنتو خارجين شفتكم لابسين حوايجكم، ياك مالي بحد ما كاين قرايه. واه لبسنا غير حيت مشينا جبنا الخبز، ونيت مشينا الصباح شينا شي بوليك هادوك بوليكوبات من عند واحد الكوشك، عارفاها ما غتفهم والو. او جينا. ايوه جات معاكم السكنه وحدكم، قد نجي ولقاكم ضعافيتو ما ساخنش بينا تاع اصدق العكس، واقيلا تهنيتو منا. لا مرت عمي انا بعيده، نقد نسخى بيكم ولا بميتي، شحال توحشتك. عرفتي تعرفنا على واحد البنت غزاله 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 وظريفه وبنت الناس. واه قلتيها ليا هي ندياك؟ واه شويه وتجي. داخل هذا الصينيه فيها جوج كيسان ديال الماء اللي غسلاتهم مزيان حيت عارفه موسوسه بالشقه، ومدات لهم الزو شربوه وهي جلست في كرسي. ماما ارتاحيتي ياك ما عييتي نفرش لك هنا.
جاتها بنت تبدلات وجهها ما كانش هكا. الاخرى تهضر وهذه تحضيم حسيت حتى نطقتك تنطقت حسنتي المونستاج يا بنت الحرام. هاد الكلمه سمعتها هند ملي كانت داخله بجبه طويله وخضيقه شويه. اسر حاجه عندها دايره فوقها داك هذاك البوليرو في الكحل وما دايرهش ماكياج في مره. شعرها جا معاه شفنجه ولكن مشدات الضحكه غير بسيف ملي سمعت ديك الكلمه. دخلت مبسمه سلام هند دخلي رجا ومواتنا داروها مفاجاه زوينه بزاف. مرحبا بكم. سلمت على فاتحه اللي هي الاولى اللي غير ما دحن قعدت سلمت على نعيمه اللي مبتسمه. تبارك الله كي دايره بنتي لاباس عليك؟ الحمد لله خالتي نتوما كي بقيتو مع السفر تبعيني انت؟ خرجت وتبعت امل محرجه قدام هند وقفوا برا. شنو درتي لوجهك؟ ما درت والو ماما والله. ما تكذبيش يا الحماره زعما انت ماشي بنت كرشي باش نعرفك غير قولي شنو درتي ما نضربكش. كنت كندير غير واحد البوماده باش ما يبقاليش الحبوب وصافي. ولاش كديريها؟ باش تعجبي الرجال. جلسي متبعالي نعيمه وبنتها راه يخرجوا عليك وكان غير بغيت نعلمك هادشي كنت طلقت لك من شحال هادي وكما بغيتكش تخرجي مغل بحالهم. ما كندير والو ماما غير كتظلموني. حسابك حسبت لك الفقصه ديال هاد القرايه والسكن هنا غتنسى غير بلاتي عليك. ها انت راجعه الاول اللي جاي يخطب فيك غتزوجي به. ما عندهاش الجرأة تجاوب ولا ما غتلقى لها حجه باش تردها وكل خوفه هو تعري ليها شعرها ولا صحتها. شكون هاد القرطيطه عاودي يعرف باك ولا خوتك كتمشي معاها يوريك هاد الصاره اللي كترات فيك. ما كتجاوبش غير حانيه راسها. تكلمي شكون دي وتكلمي خلاص شكون دي اللي مرافقين معاها؟ واحد البنت ماما غير جارتنا هنا وصافي. جارتكم كتميق فيها هكا وقالك جارتكم من امتى كانوا عندنا الجيران باش تجي ديريهم هنا؟ ولا ما لقيتي حكام ما لقيتيش بنيتي اللي حكمك؟ امل مكمشة يدها على طرف من جلابتها كتفش فيه اعصابها اللي ما خصهمش يخرجوا. ماشي هكاك ماما غير ساكنه حضانه وكنتلاقاوها مره حتى عندنا كوزينه مشروقه وحتى حمام و سكتي ما نبغيكش تبقي تشوفيها. ما عندك ما ديريها في الصحابه راه يخرجوا عليك. واخا ماما ما فيها اللي تقرا فيها قصص كتبخل على راسها باوامرها ونصائح اللي ما نافعينها بوالو. اما الشومبر كانت نايمه كتمرر صباعها في شعر شيما اللي رجع حرير زوين بفضل البروتين ولونه تبدل كانت ناسه على حجرمها. وحافظي عليها بنتي باش يبقى ديما زوين هكا. عجبتها نعيمه بزاف هند. ما تخميش اخواتي راه كنظلو نخلطو شعرنا في وجهنا. تبارك الله عليكم حتى امل رجعت على مزويناتها. شيماء تقرصت وهزت عينها فيها. حسن مني يا ماما واش حمقى بجوجكم زوينات غير هي مسكينه كانت راكي عارفه كي كانت في الدار كانت دايبله بديك فاتحه الهبيله حشومه عليها والله تلقاها دابا كانت اخر ودنيا والبنت ما كدير والو. شخصيه امل بقات كتوضح ليها وعرفات شيماء علاش هي مطلوقه حيت ما ماشي بنفس الاقليه ولكن اللي كتسنى هو امتى ينزلوا لتحت. عندها فضول كبير تشوف والد اللي من اخر مره خلى فيها احساس في شكل ناضص مخليه البنت تشبع من ما وتهضر معاها في خاطرها. مشات للبالكون ديالها كانت كتوقع غتلقاها تماك ساعه غير الشمس اللي متنطنه تماك. دخلت للشومبر تفكرت حتى عيات مشات تبين الحداقه حطات خمسه ديال الكيسان ثلاثه بحال جوج مخالفين جبدت عصير وحطاتهم في الصينيه بطبيعه شكل الشوكولات وباستا من باشكيتو هي وشي بسكويتات. بنتي ماشي غير حيت خليتك تقادي حالتك تفكري راه تبقاي تلعبي هكا. ما كنديرو والو ماما راه كنتيفق فيك بنتي ما نبغيش نسمع ولا نشوف عليك شي حاجه. بحالاش يا ماما الدراري ديال دابا بنتي غرادهم غير يتفلا بغا يعرفوك ساكنه بوحدك هنا وليتك بعاد عليك غيستغلوا هادشي و يا ماما اش من دراري حيت قديت راسي ظني فيها كان دراري اللي مستحيل نفكر نشوف فيهم. اه بنتي وانا وكان كنظن فيك غنجمع لك حويجاتك ونرجعك معايا ونوريك الوجه الثاني اللي كفاس من باك وخوتك. بابا وخوتي جاو ياك؟ جا غير باك وعمك ووالد ومحمد باش يقضي شي غرض ومن بعد يجي خوك يشوفو باش يمشي في حاله. مسكين كاع ما كنسخاو به. ايه على وليدي وشحال كنتوحشو. هنا دخلت هند هزت السنيه فيها كلشي. علاش عليك بنتي كتعذبي راسك؟ لا خالتي ويلي ما كاين عذاب بالعكس سمحوا لنا راكي عارفه حياه الطالبه. ايوا اش نقول لك
دوزت هي بنيتي تفكرت ايامها كل شيء بحلاوته، وداكشي علاش بغيت شي ما تجربها تستافد، ماشي شي حاجه اخرى، بغيت اجازه بنقطه زوينه وراسها يكون عامر. مرضاتش ما عرفت خالتي فاتحه امل فين زادو عندك تبقاي تلبسي بحال ديك شيماء هذيك راه بحال ما كتحشمش. الحمد لله اللي بعيد بالها الا بلانا. حنا تينا كتشوف راسها شنو لابسه، وشافت فمها اللي لابسه جلابه شبابيه على اللي لابسه هي، لبسها زوين. اماما انا راه كنحشم شي هكا لا فكره، يبقاو يضحكوا عليا مين كنبغي نعترف هاد الابايه. ياك بنتي واش بغيتي تمشي بشوميج الناس؟ حنا تراسها كل خوفه تنطق بشي كلمه اللي تحولها ضدها وترجعها امها اللي كتقلب لي على الزبه. اسمعي هذيك الهبيله، نهار تزوجي خرجي حتى ريانا، ديك الساعه نكون وصلنا امانتنا، اما دابا راك مازال محسوبه علينا. هاد الجمله كانت بحال شي مسحافي كيذبح في قلبها. عارفه قاصحه ولي كيمشي لهاد الدرجه، كيفاش هاد محسوبه عليهم؟ يا كذا بنتهم لحمهم ودمهم، كيفاش محسوبه؟ هاد السؤال بقى يدور في راسها وهي كتشوف في عين امها اللي كيخلعوها. كيفاش محسوبه ماما عليكم؟ ها هي غتبدا تجبد وتمضغ عليا في الهضره. زادي دخلي. زادت ودغيا رجعت دارت مقربه لوجهها لدرجه امل خافت، وكحمايه دارت يدها على وجهها كتحمي حيت حسبتها غترجع عاود. حيدي هاد اليد، حيدات يدها وشافت وجهها. كتحيدي الشعر من الوجه؟ لا، غير ديك البومادات الحبوبيه اللي كطيحوا ليا، غير نقطعي عاود يرجع. هكا احسن، ما كنتي مشينك كاع بنات خالتك حسن منك. زادت قدامها وامل دارت يد على قلبها اللي كيزدح، وتبعتها لقات جو ديال الضحك مع نعيمه منشوطيه وهند متلقه معاهم. غير دخلت فتيحه سكتات حيت حساتها ما حملاتهاش. خالتي مدت ليها كاس العصير بالنفخه، ما كيعجبنيش هاد التخربيق اللي تشربو، هذا راه السم. تقول معدتكم ما عرفش فيها، انا يعجبني داكشي الطبيعي. هزات حاجبها وشافت امل اللي حنت راسها محرجه ودارت بوجهها، وغير حيت مع القرايه خالتي ما كنساليوش. قرايه طفرتو بكري. صنع ليها والد نعيمه، ولدي راك لتحت واخا انا نقول لها تنزل. شيماء لبسي ولا راك لابسه حقا؟ انزلي شوفي خوك وباك حتى انت يا امل، راه باك وخوك جاو. ما عندها لاش تنزل. ويلي ويلي باها وخوها بغاو يشوفوها على فحيله الزينه. نعيمه بحال ما عرفاش هما من الاول ما بغاوهاش تجي هنا وما عجبهمش حال البنت تجي تقرا وتخلي بلادها. لا حول. ناضت وقفات حتى بنتها، اما امل غير كتشوف بعيونها وما راضياش قدام هند، مخنوقه باغا تبكي وتغوت، ولكن اش غنقول لكم، حاسبه حساب كل كلمه تخرج من فمها وعارفه العقاب اللي يتسناها. حتى نهبط معاكم نيت. والبنت تبقى بوحدها. امل زيدي بنتي تهبطي، شافت فمها باش تعطيها الاذن. زيدي وكان راسك ما تهزيش باش راه من الصباح كاعمي. شوفي ما تزيدي حتى كلمه. باغا تبين الهند انها متحكمه في بنتها وان صداقتها غير مرحب بها مع بنتها. نادت امل وفتيحه ما هنات حتى خرجت هند من تماك في حالها وسدات بنتها الباب. عاد مشات حتى هند ماشي من العاكزين، خلات مخرجه ورجعت البيت. هزت جلابه من ديال شيماء جاتها مزيره بزاف، ورجعت هزات من حوايج امل القدام، دارت فولا على راسها اللي لا فخونش باينه فيه، ونزلات مخبيه. ما لقاتش في الاول والد، زعمت وخرجت لبرا لقات تماك مجموعين عاطينا بالظهر كتشوف وليد كيفاش مع نقختو حتى باها قريب ليها. اما امل واقفه بحال يتيمه حدا والديها وخوها، وهما كيهضروا بيناتهم. المها بزاف هاد المنظر وتفكرات راسها. فلاش باك، ملي نقول لكم البنات فلاش باك والا كنرجعوا للوراء. دخلت كتجري البيت في لقات ماماها كتجمع حوايجها. ماما واش بصح شنو قالت لي الميمه؟ ام هند كايا بنتي بعدي من هاد المشاكل الله يخليك. نبعد؟ انا راه عايشه في وسطهم هاد المشاكل، ولكن بعدا كنقول في التالي كتصالحوا وتجلسوا مجموعين بحال شي عائله. زعما هند هدرت معاك، راه عندي 20 عام، واش فهمتي؟ ماشي شي وحده كترضع سبعها. واش حتى دوزتوا هاد العمر بيناتكم حد بالكم الطلاق دابا؟ وانا فين غنسكن ومعامل معاك ولا انت ولا هو؟ بقات فيها بنتها، ولكن هذا قرار لا رجعه فيه. تبغي ليها بنتي نعيش في الذل؟ واش تبغي؟ حتى بغات تهضر ويا تسكت. بنتي الله يرضي عليك هكا راه حس ليا وليك وبابا، غنبقاو عائله بنتي، غير كل واحد غيعيش حياته. لا ماما عافاك، غير صبري، انا ما عرفتش شنو دار لك بابا، ولكن ما عرفتش قولي لي غير شنو دار. جلست فوق سداري وجرت بنتها عندها. انا وباباك
ما بقيناش متفاهمين صافي، غير ما بقيتش متفاهمين غتطلقوا وباغاني نعيش مع واحد ومتفقش معاه ما مرتاحش معاه. وسبحان الله الحاجة الوحيدة اللي اتفقتوا عليها وتفهمتوا فيها هي الطلاق ياك ابنتي. انا راه غنبقى ماماك وانتي غتبقاي بنتي، غادي بنغنيش انا مع المهمة. كيفاش مع المهمة؟ كنهضر عليك انتي ولا بابا؟ هند انتي كبيرة ما تحتاجيني لا انا لا باباك. ياك ياك ماما ياك، خاصك تكوني متفاهمة. واش غترضي تعيشي مع مرت باك؟ علاش بابا تزوج؟ فهمتي علاش ما بقيتش مرتاحة معاه؟ ما كنتش بغيت نقول لك باش يبقى باباك ديما في عينك مزيان. بقات غير مصدومة، ما كانش متوقعة حتى، كانت كتقول يمكن حصلاتو كيهضر في التليفون ماشي وحدة، ولا شافتو معاها جلسات وشافت فمها. كيفاش تزوج؟ عادي يتزوج حيت هو خسر ما يبقاش معايا بوحدي، وحتى انا من حقي ما نعيش معاه. وعلاش تزوج؟ سيري سوليه، يمكن نقول لك انت الحقيقة ومنها يعرفك. على خوتك قالتها باستهزاء، بلعت الفقصة. خوتي علاش هو مفوقاش هو مزوج؟ ما عرفتش، ويا ريت تكون عرفت، ما كنتش نقبل بالشماته ندخلوا لداري. انا عتيقه بنت القاع والبح، يتزوج عليا ويولد ويخليني في دار غفلون. فين بابا دابا؟ ما عرفتش. رجعت كتستف حوايجها في شنطه كبيره، كتمسح دموعها في تريكوها. فين غتمشي؟ بغيت نبقى بوحدي الا عليا انا. انا اصلا ما كنشوفكش وما كتجلسيش حدايا. ما ناقصك شي يا بنتي، انتي غتكبري وغتحسي بيا. شفت ما بحزن وغضب كبير، ما نكونش بحالك باش غنحس بك، حيت ما غنلومش غير هو، غنلومكم بجوج بكم يا ماما. ما فهمتش اصلا كيفاش تزوجتوا وانا من نهار عقلت على راسي كل عايش حياته بعيد على الاخر. خرجت من البيت كتبكي ومخليه ما كتعيط عليها بالغوات. جدتي شنو واقع بنتي؟ شوفي بنتك اللي بغات تمسح فيك فيا وفيك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المصيبه هذه سيري بنتي ترتاحي في ليلتك، ما تعمريش راسك بهاد الجوج ديال ديها غير في قرايتك. ابقيت باغا شي قرايه قبل ما تخرج بنتك، قولا تحط لي الفلوس بعدا ينفعوا في شي حاجه في حياتهم. مشات لبيتها وشبعات بكا، وحتى ماس استخسرات فيها تودعها، ولا تعلمها غير فين ماشيه وامتى ترجع من تسمك ويا خاويه. كتمشي فقط تشوف الميمه مره مره، وتصادف مع امها اللي ما عندهاش مشكل بنتها تعيش الزفري، المهم كدير واجبها وكل شهر كتصيفط لها فلوس، وباها كيصيفط الدوبل بلا تدوار ديال الجده. ودابا عدنا الى الواقع، نبغيك تحضي راسك اختي. واخا خويا حتى انت تهلا فراسك بزاف. شاف اختو اللي واقفه حاني راسها مبعده شويه عليهم. انتي مالك مبعده؟ زيدي قربي. فاتحه يلا بغات تقرب، فقصاتني هاد البنت ما كتسمعش الهضره غير الله يحفظ معاها. علاش ياك مسخن عليها راسها؟ ما حدنا ما دايرين مديمارين، زيد معانا. هنا دار والد وشاف امل اللي واقفه بحال شي يتيمه، وضراتو في خاطر، وشاف محمد اللي كيخنزر في اختو، ام باها كيشوف التصبيح، امها ما عجبها حال غير كتشكي ليها. وانا من داك النهار اللي ترجع في حالها، هذاك هو النهار الكبير عندي. هنيونا، واش غنبقاو في هاد الشمس مصطفى؟ يلا اخويا الغرض راه تقضى. مشى بلا حتى ما يشوف بنته اللي شافهم يحلف عليها دايره شي دان، بعمرو ما يتغفر ليها، وهي تنبه انها كرهات حبسهم وتنمرهم، ولقات القرايه هي الحل الوحيد باش تهرب من تماك. ويا ريت كان بالسيف عليهم هما اللي يصيفطوها، غير ما رضاش قدام خوه اللي غيصيفط بنته، وبنته تبقى بلا الام. ما تيدو يجيبو عطا المجوى، عطي لبنتك هاد الفلوس، اش غدير بيهم؟ راه مازال يكونوا عند الفلوس. مي عطي البنت الصباط وشدهم ومدهم الامل. نهار تخصك شي حاجه ايطالي. ثم راجع ركب في الطوموبيل حتى قشع هند واقفه كتطلع عليهم، حنا راسها هو طلع وركب في الطوموبيل تسناهم، وعينو على شيماء اللي باين فيها التغيير الكبير في وجهها، حنكاسه اللي بان وقلب وجهه، لقى هند مازال واقفه كتشوف فيه، غير شافته دخلت وهو ما تسوقش، بس المرات تمعن في امل. تهلاي في راسك نعيمه كتبكي، حتى انت وليدي. وصافي يا حبيبتي علاش كتبكي؟ وصافي انا ايمن علاش الشيطان ما غيدوش الشرح تيجي ياك ولدي. دار نضاضر وشاف امال وما غنكملهاش كاع ونجي. يلا زيد انا ايمن، هاد الوقفه هنا ما عجبتنيش، شفنا البنت راه بخير وزيدي نمشيو. فاتحه لبنتها، حنا مشينا حبيبه، فوقاش غتجي انت؟ شيماء بصوت خافت باش ما يسمعش وليد، ما عرفتش حتى المول الامتحان. اجي امل بنتي نسلم عليك.
مشات كتسلم مع مرت عمها. تهلاو بنتي بس تهلاو في بعضياتكم، راكم خوت. حنا تراصاو بس لا يدا وهنا فاتحه، وكان صاب تشتف على بنتها تقتلها وما تبردش ليها. كوني هانيه مرت عمي. وليد تبسم لا اراديا وشاف اختو. خصكم شي حاجه؟ لا خويا مستوره والحمد لله. ضربها ضربه خفيفه لراسها متبسم. اللي سمعك يقول بنت باب الله، بنتي الفلوس كتشربيهم ماشي كتصرفيهم. تكيتي بنت بويا، راه عرق كتافنا هادوك اللي كتصدقي فيهم، راه ما كيتصدقوش علينا. امل ضحكها. ما كنتي كتضحكي؟ دارت حركه براسها حتى جمعت امل فمها. صافي سيري طلعي سيري. واخا ماما بس لا يدا راسها وكتسنى تقول الله يرضي عليك. وليد متبعها وكيجاوب لا وصيتها باش يتهلا في راسو. واه واه كوني هانيه. يلا سيري، شنو مازال واقفه ديري هنا؟ بغضب مشات بلا ما تشوف لا فيها لا في باها اللي مستخسر، اللي ما خسر حتى الشوفه فيها، ولا خوها اللي ما سولاش حتى واش لاباس اصلا، ما محتاجاش رضاهم ولا حنانهم. ما دخلت لقات هند في الباب جالسه فوق التروتوار، غير شافتها وقفات. مالكي كتبكي؟ والو تفكرت حياتي والله تكرهتها الصراحه، غير الشوفه في هذاك خوك كتخلع يا لطيف. اي اختي شتي كيفاش كيعاملوني؟ وقفات متأسفة من حال امال. يا ربي السلامه، واش هادي بنت سهوله مربينها؟ طلعت مسكينه كتبكي في بيتها وسدت عليها، وحتى ما حست براسها حتى خرجات وداعي عفز ناقي كتمشى، ما بغات تهضر مع حتى واحد، ما بغات تتلاقى مع حتى شي واحد. صافي مليت وعيت من كل شيء. والدي تصون على شيماء وقال لها بغى يشوفها قبل انه ما يمشي لبرا. واخا خويا انا دابا نزل عندك، ياك راك في الباركينج؟ لا انا برا، ما خلانيش ندخل هاد المره، يمكن مشى الحال. واخا انا نجي عندك انا وامل. ما تعطليش. قطعو بقى كيتسناها، اما شيماء وهند ما خلاو فين قلبوا على امل، وما كانش كتبغي حتى تجاوبهم في التليفون. هند يلا معايا انت حتى نرجع نقلبوا عليها. تفافات ولكن ما بيناتش. واخا صبري لبس شي كيتما. دخلت بالخف لبسات كيتما كول ومطرطق، ولكن القبيه هابطه حتى لفوق الركبه مع سبرديله عاليه، وشعرها جمعات وكعكه مقاده من السله شي خصولات منها وبسربه. دارت عكر مات خفيف وفغاج ورشات بارفان خفيف، وخرجت عند شيماء اللي كتعبرها. شنو يا اختي اللي لبستي كيجيك زوين ماشي بحالي؟ ديما كنبان صفر وشايفه بحال اللي حصل قبص، وكان دابا نعطيك برودوي تخلي حنكوك فمك حمر. واخا هاد الهبيله ما عرفت فين زادت. زيدي وكان راك انت اللي عيقتي عليها. خرجوا مشات ديال برا، وهند كتقلب عينيها حتى بان لها واقف. راه مشى وقف وحده. خويا واش ما جبتيش اللوطو ديالك؟ ما حملش يشوفها مع هند. رديتها لاجونس. شاف هند اللي حتى هي محيده تشينا عليه. مالك كتشوفي انت؟ حرجها وما توقعتش سؤال بحال هذا حتى ترتقينها. لا عادي ما كنشوفش. ويلي خويا غتحشم البنت. غتحشم؟ ضحك بالاستهزاء. مزيان فين هي بنت امك؟ قلتي غتخرجي معاها. بحال شي واحد طرشها. قلبت وجهها وهي تبلى امل قاطعة الطريق. امل دارو بجوج شافوها. امل غير شافت معاهم والد تسحقات. خافتي وصلها لخوتها ولا هو يقول هادي فين كانت؟ وصلت حدامي كترعد. كنت غير هنا في واحد الجردة، ولا ما كنت فشي بلاصة غايبة؟ بشوية عليك شافها كترعد. فين كنتي؟ وعلاش خرجتي في هاد الوقت؟ والله كنت غير هنا. امال ما تخافيش، انا غير كنسولك، لقيتها خايبه تعد الليل هادي، ما خصكش تخرجي وانتي هنا ما كتعرفيش وجد مزيان. غير تخنقت اخويا ولقيت راسي تمشيت، والله غير دابا شويه سولك على البنات تعطلتش بزاف. وليد بقات فيه. انا ماشي كنلومك غير حيت خفت عليك، هاد الوقيته كتكون خايبه وما تعاوديش مره اخرى. اللي تمعن في مم وعينيه دعينيها كيلقى العافيه في يوم، وزاد تاكد ان وليد ميل امل. خلعتينا عليك صاحبتي، عرفتي شحال قلبنا عليك؟ امل واش غير تقلقتي مني تمشي وتخليني كنقلب عليك بحال الحمقى؟ لا ما تقلقتش منك، تقلقتي واقيلا قبيله. لا ما مقلقاش، غير شنو واقع؟ واش دبسو؟ لا خويا وليد ما دبسناش، عافاك ما تقولتش شي واحد لقيتيني برا. والله انا كنت هاكا نتمشى هنا، كتشير بيديها البلاصه. حق دق قنوم سحلفكو، ما تعاوديش تخرجي في هاد الوقيته. شاف شيماء انتي ما تبقيش تدبزي مع بنت امك، راكم خواتات زعما. لا راه ما دابزوش،
دار فيها انا كلامي معاهم هما ماشي معاك انتي. في نفسها قالت خر راي الاخر. تفو تلقات من درع شيماء ودخلت مكرها. خويا حشومه عليك البنت ما قالت حتى شي كلمه ديال العيب. حنا تراسا وخوفه غير وصلها لدارهم انها كانت على برا فهاد الوقيته. شيماء انا كلامي عليكم نتوما بجوج هضري على جابتو. مشات شدات في درع امال راه غير تناقشنا قبل حتى ما تجي ما يجيو دارنا وصافي. اصلا كان امل كانت مقلقه على حسب مرت عمي شنو دارت لها الصباح قبل ما نخرجوا. شافت فيها ما تعاودوش دابزو راكم كبارات. تبسمت وبس حناك امل من عاود صافي تحكي. تبسمت وليد كيشوف فيها الله يسامح. خاصكم شي حاجه جيب لي خويا شي تليفون واعر من برا ياك شريت لك واحد جديد وصيفطته لك. ما فيش الفلاش من القدام. واخا انت يا امل بغيتي تليفون؟ لا عندي. اش عندك كديديبه؟ ما عندهاش اخويا والله ما عندها. جبدت من جيب حبيته تليفونها. الريزو قليل فين كيشدو لعسك اخويا خاصها شي واحد جديد. نعطيك ديالي زعما لا بغيتيه وكنتي محتاجاه ضروري. انا غير نوصل لداري عندي واحد تماك ولا تصبري نصيفط لك شي واحد. المهم اللي بغيتي الا بغيتي نخرج الشيكو شي واحد تلف وهو كيشوفها غير ما كتزيد تحشم وتحنف تحني في راسها. عطيلي اخويا عافاك. لا ما بغيتوش. انتي سكتي راه عندك واحد من بعد ونجيب لك الاخر. شكرا اخويا وليد. علاش حيت انت ظريف معايا وحتى انا ظريفه معاك. تبسم وليد. تصلوا في راسكم في بعضياتكم. انت يا امل راك بحال شيماء. تبسمت وشافت فيه. ياك ما تقولهمش لقيتيني خارجه. الا ويلي واش انت رشيتيني بنت ظريف وكدا وبغيتي نمشي انا نحشم بيك نقول لهم كانت ضحكت حتى بين اسنانها. واخا لالا غير ما تعاودش مره اخرى هنا الدنيا خايبه وكلامي ليكم بجوج ماشي كلشي تثيقوا فيه ماشي كلشي. اصلا حنا ما كنخرجوا ما كنرجع خويا حسن. يلا دخلوا في حالكم راه البرد تحرك. الله يديك على خير اخويا. تبسم معاه شكرا. شيماء خويا حشومه شنو درتي مع هند؟ ندخن بوصله يدا باش تسمح لي وانت تبردي. ما قلت والو. مشات كتعلقت فيه وتبوس في الحين قبل ما يقول شي حاجه. اما امال عيات صابره وبقات كتضحك شويه غير توصلتوني عليا خويا. الله يديك على خير في طريق السلامه. يلا دخلوا. تشدوا البنات ودخلوا تحت انظار وبقى واقف حتى غبروا وهي تخرج هند من مور الشجره حتى الباب وخرجات. لقات وتحرك على رجله وتنيه خاويه كتسمع غير صوت الريح اللي كتلعب بالشجر. لحقات بيه حتى وصلت عنده. وليد دار مستغرب لقاها هي داير يدو بجيابو وجاوباوي بغيره. مالك معايا شكونتي؟ غنزلت سنانها كتشوف فيه وهي كايه ومبرد. انا ماشي خايبك ما كتفكر فيا بنت الناس. انا اصلا ما على باليش بيك باش نظن او ما نظنش فيك ولكن شفتك مع اختي ما هيش. انا البنات راه بحال خواتاتي اللي ما عنديش هما ماشي بحالك وانت عارفه من الاحسن بعدي من طريقهم. علاش كتقول هكا؟ شنو الفرق بيناتنا؟ علاش كتحكم عليا وانت اصلا ما كتعرفنيش؟ حنا عندها مقرب لوجهها وعيني هنا يمين. صوتك مالاش اول واخر مره تعاود هادشي باش كتقولي بعدي من طريقهم خفتي حتى هما يبقاو يهضروا على حقهم ما يبقاوش العبيد عندكم عبيد؟ عاد طلعت معاه شنو قالت. برود وقف منتصب وقلب وجهه جهه اخرى. عمرني ضربت ولا فكرت نضرب شي مرا بعدي من طريقهم. ضربني انا؟ شاف فيها شوفه ديال الاستهزاء من راسها لرجليها ودار ماشي حتى رجعت قدامه. واخا ما عرفتش علاش كدير هكا ومتحاربه مع راسها باش توقف عليه من الاخر شباغه ما عرفت ما تقول وحسيت بكواريها نزلوا بزاف وهذا غيحدهم ليها. موالفه هي اللي كتكون بلاصتو وتعفر على كل شيء. شافت بعينيه وما لقاتش الذره ديال الاعجاب من جهه عكس كي كان كيشوف امال. وعاد حسيت بشيماء كي كتحس من كيكون انور باغي امال. في نفسها مرضاتش على شنو كدير ولكن شي حاجه لداخل كتخليها دير هكا. يمكن هي حتى هي متشوقه شي واحد يعاملها كما كتعامل شيماء وامال. شي واحد يخاف عليها ينهرها الا دارت الغلط. بحسات بيه حتى زاد وخلاها وقلبها كيضرب في المياه. ما خلالهاش الوجه اللي يخليها تمشي توقف عليه مره اخرى.
مشات قصت فوق التروتوار، جمعت رجليها لعندها وخلات دخلات راسها فيهم وما حملاتش هادشي اللي كيدير. وفي نفس الوقت كتحس بغيره خايبه وكرامتها تمرمدات مزيان في الارض، وصراح كبير بين قلبها عقلها كرامتها، وقليل في الاقليه فين كانت جربت هذا الاحساس. كتحس بالضياع وما تقبلتش ان وليد ما بسوقش ليها. وليد مشى ورجع وقف عليها وبقى كيشوف فيها، وعلاش بقى لدابا في الزنقه ملي انت ماشي كيف كنظن؟ هزت راسها لقاتو هو وقلبها ضرب في المياه، عينها كتشوف وجهه اللي كيشوف في جهه اخرى، وجهها فيها برود. علاش وعلاش جبعتيني؟ وقفت ونفضت جنابها وشافت فيه زعما راني تقلقت. بسلامه تما ماشي في حاله وكتسنى يوقف عليها ولا يعيط عليها باش ترجع، ولا وجوز صغير من الكرامسه اللي تجرجرات. كتمشي بشويه وكتقولها هو كيشوف فيا، ها هو تابعني. بكثره التوتر كتحس براسها ما كتعرفش تمشي قدامه، ورجليها كيعواجو وهي متاكده كيشوف فيها. ويلا علاش غير جاي هنا؟ صلات الباب الدار مستغربه كدور كتلقى غير الهواء ديال الشجر وبوطو ديال الضو الاساس كيشوف فيها ويفنس بحال شي كامبو كيتسنى تدخل. راكم عارفين شنو غايدير على داك الطرف اللي عندها. حلت فمها ما نسيقهاش والله حتى مشى. ضحكت على راسها في شكلها تخينه، ولكن دارت لك الفاسيه في راسها وتجيبك تجيبك. دخلت وهي كتفكر غير فيه وكيفاش داز هذا اللقاء المحرج اللي خلى لها اكبر في حياتها. مشى ما عبرهاش ممكن يكون كيفكر فيها. وليد غير وصل للشارع شد طاكسي للوطيل، هبط الشنطه ديالو نيشان المطار. تفكيره في خدمته واللوجيست اللي وقع مع هند، وعاد امل اللي شهد على الحقره اللي حقراها مع عائلته. واخا هو كيشوفها بحال شي ملاك ما فهمش علاش كتعاملها خايب وهي العكس. تبسم منين تفكرها وعرفها هي الطب ديال البراءه. انور كل مره يصون على هند ويبقى يرغب على امل باش تهضر معاه. كمل خدمته اللي طابه وركب طوموبيل سنيش لدار الطالبه. صون على هند اللي كانت مازال ما دخلت وكازا غير في الجرده كترتب افكارها. هند مساليه علاش؟ انا حدا الباب واخا تخرجي عندي شويه. اوكي قطعت معاه وخرجت لقاتو كيتسنى هذا لا اشاره براسو باش تركب. ركبت معاه وشافت فيه. مالك طايره لي بالجهد وفقال من هاد صاحبتك امل؟ علاش كاين من غيرها؟ عرفتي امل داكشي اللي كتعيش وخايب كيفاش؟ عائلتها قصحة بزاف جاو داك النهار مها كتلومها على والو السيده حوايج مستوري كتهش راس في الواحد سوا راجل لا بنت. كلمه العيب ما كتسمعش منها، محترمه صاله والعباده واخا هيك ما قايلينهاش. باها ما سولهاش حتى كيبقيتي ولا شنو كديري يا بنتي؟ ما سلمش عليها كاع، انما واحد خوها غير معفر كيشوف فيها غير بنص عين. وله وجديد دارت شي زبله اللي كنعرف لا، ولكن ما بغاوهاش تجي هنا تقرب حكم زعما مدينتهم بعيده على هنا بزاف، وراك عارف دوك الملتزمين. ومنين ما بغاوهاش راه صيفطوها حيت ما رضاوش بنت امها بغات تقرا حتى هي خصها تقرا بحال ما انت وصافي. في شكل هادشي ما يمكنش عائلتها يديروا معاك غير هكاك حيت محافظين بزاف. وانت وراه انت شفتيها يعني سيتي هذيك اكثر من 20 يوم ولا اكثر، كلمه ما كتسمعش من عندها. وكا كانت شي وحده خفيفه دغيا تطيح. هي بصح بصح عندك الحق، ما حدا كتعكس وانا لاصقها حتى نعرف حريرتها، ولكن الا عرفتها ما باغاش هادشي اللي كندير كنكنيتي غنكيتي. واو الصراحه تبسمت بحال بغات تقول له شي خبر زوين. شنو هي؟ قالت لي قبيله صيفطي لي نمرتي راه صيفطي له المرتي راه لا بغاها. وماشي حشومه عليك مخلياني بوطو كنتسنى حتى بلي غير مصدراني. ورا فكرت حتى الغدا على ما تشري شي تليفون مقاد وشي نمره مسكينه دار معطينا تليفون مخرجش وزيد ممنوع عليها تعب، وعاد حاضينها بزاف يلقاو غير الخط مشغول يجيو يهزوها يرجعوها. راه قلت لك ما مصيفطيناش بخاطرها، كيتسناو ليها غير خطا بسيط ويجيو يهزوها ليش العدول. كيفاش العدول؟ حيت خاطبها ولد عمها على هي مخطوبه. واخا سبت لك كل شيء ما جاتش على هادي ونسكت سيدي. امل وشيماء ساكنين في دار وحده، قول بحال الموبل ديال العائله مجموعين بيناتهم. خو امل بغى يتزوج شيماء وخو شيماء بغى يتزوج امل، مي شيماء بغاتش خو امل، حتى عائله امل ما بغاوش خو شيماء. الامل باش يبقى لعيب حتى من واحد، فهمتي؟ حرك راسو باه وسنو كيلعب في دروسو. عاودت لك كلشي وبالتفاصيل. البنت راه بنت دارهم ربيه ماشي بنت كليميني والريح اللي جات ديها. غير كيحرك راسو كيفكر في كلام هند، بغيت نشوفها بلاش هاد النهار. راه دازت عليها مسكينه راه غير شويه باش لقيناها خرجت كتبكي ولا ما عرفت. شوفي كيفاش ديري محال تبغي، انا عارفه عقليتك كي دايره.
الا بغيت نعطيك تهضر معاها ملي ندخل واخا. شكرا يا هند على واجب. دخلت وتفكيرها في وليد ومشات للشومبر اللي بنات نيشان نطقات وحلات الباب. نسيتوني؟ انور كان هنا وبغى يشوفك. حيلا داكشي اللي قتلو، ولكن في الليل بغى يهضر معاك. ما عرفت كي كيجيك وليد. هانتي بلا ما تقلق، انت عارفه كي دايرين. وليد كان النهار الاول شافك وحكم عليك غلط، ولكن النهار يعرفك غيندم يجي يطلب منك السماحه. يطلب السماحه مستحيل، هذاك تنازل ويديرها، ولكن بصح بقى فيا الحال. حسيت بيك وحتى انا ما عجبيش الحال، ولكن غير صبري. انا ما كنصبرش يا امال. سكتيت ما عرفت ما تقول له في بالها غير انور اللي كل نهار وكل ساعه كتجبد سيرته بكثره ما كيلح باش يهضر معاها. انت كي كتعتبريه؟ طرطقت عينها. حتى حاجه باز، زعما ولد امك؟ حسب لك تهضر على انوار. اه وليد هو ولد امي وبحال خويا، كل مره كيكبر في عيني، ظريف متواضع حنين بزاف. عاوتاني حنين؟ انا راه غير اللي يضحك في وجهي كنعتبره حنين. شنو اخر كتعتبريه؟ حيت شيما كتقول انت كتعجبيه وكذا. هذيك راه حمقه، هو بفمو قال لي كنعتبرك بحال شيما، ويمكن بصح تكوني كتعجبيه. انا اختي ما كنعمرش راسي بهضره شيما، حيت راه غينوض صداع كبير، وعاد بين الخوت والشيطان يحضروا بحال والو. خوتي يقتلوني حتى انا سبب البلا. ويلا هو تقاتل عليك؟ حركت راسها بلا، ما كتبغيش تدخل هادشي لراسها. لا لا والدي بعقلو ما يفكرش في هادشي. باش عرفتي؟ ما عرفت، ولكن كما كنفكر انا غيفكر هو. ونفضارتو حتى انتي بقى كيعجبك وكان داكشي متبادل بيناتكم؟ لا انا كنشوفه بحال خويا وكيعجبني، حيت كنشوف كيدير كي كيدير مع اختو وما كرهتوش، وكان كان خويا حتى انا وحتى هو. راه قال لي انتي بحال شيما، وكان كانت شي حاجه غيقولها لي، وانتي دغيا رديتيه كان نعجبو. كلشي ممكن؟ لا ماشي كلشي ممكن، راه راجل متقي الله ما غيبغيش وحتى اخوه كان باغيها تكون ليه مرا، وكان ماشي هاد الحاجز كنتي ممكن تفكري فيه. ما عرفت. ايوا هنا غنات ام كلثوم، ملي كتقولي ما عرفت كتعني هذيك هي. اه ولا عافاك ما تدخليليش هادشي لراسي نبقى نفكر فيه. اخر وحده تبغي تفكري في هادشي، تبغيك تفكري في هادشي هي انا. كوني هاني، انا غير كنت بغيت نعرف باش كتحسي ملي كتشوفيه، وباش كتحسي ملي كتشوفي انوار. نقول قولي. ملي كنشوف وليد كنشوف فيه بحال خويا، وكنتمنى محمد يكون بحالو، يخاف عليا يضحكني ويديني فواج يشيل الحوايج يحن عليا بحال كي كيدير مع شيماء. ومني كنشوف هذاك كنفرح كنخاف. الفرحه فهمناها والخوف لاش يكون غير كي كذب. ياك كتقولي رجال ولاد الحرام يبغيو حاجتهم يسلتو، ماشي كلشي. هانتي فمك قلتي يا وليد راجل متقي الله. وليد راه ولد عمي وكنعرف اخلاقه مزيان، اما هذا ما كنعرف عليه والو. ما عرفت واش باغي يتزوجني ولا لا. الزواج؟ كتفكري بالزواج دغيا؟ ها وعلاش كيتبعني ما باغيش الزواج غير الا كان غيتفلى؟ انتي حياتك رخيصه عندك باش تزوجي اي واحد، خصك حتى تكوني انتي مقتنعه به، عارفه في عقلي وعاد فكري في الزواج. زعما نتصاحب؟ ايوا يا البنات ويا الولاد اللي بتبعين هاد القصه، بغيت نقول لكم هنا كاين حتى هاد الجزء، ونتلاقاو في الجزء الجاي ان شاء الله.